السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا السادس بعد المئة السادسة والألف، وهو المجلس الثاني والتسعون بعد المئتين من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الآية 93 في جزئها الثاني والأخير في قوله تبارك وتعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وذلك من تمام قول الله تبارك وتعالى معيرا اليهود الذين كانوا في المدينة، مذكرا إياهم بأعمال أسلافهم، حيث قال لهم سبحانه وتعالى بعد آيات عديدة كثيرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فهذا تمام الآية 93. تكلمنا بالأمس عن قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل كما بينا بالأمس، حب العجل الذي تملك قلوبهم بكفرهم، بسبب كفرهم ملأ حب العجل قلوبهم. ففي هذه الجزئية من الآية، الجزء الأخير، الله عز وجل يقول لهم أو يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تكلمنا عن بئس وبئس ما سابقا، وأن بئس فعل ذم وتحقير، وأن ما التي تتصل بها بئس الذي يأمركم به إيمانكم، هذا معنى بئس ما. فقل لهم يا محمد: بئس الذي يأمركم به إيمانكم. فبئس فعل ذم، وهي فعل مشتق، وليس لأن في أصلها من البؤس فجاءت للذم، كما أن نعمة تأتي للمدح، فهذه هذان فعلان نعمة وبئس يقالان للذم والمدح. فهنا للذم: بئس الذي يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال أبو جعفر رحمة الله عليه: يعني بذلك جل ثناؤه، قل يا محمد ليهود بني إسرائيل: بئس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم، إن كان يعني إيمانكم يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله والتكذيب بكتبه وجحود ما جاء من عنده، هل هذا هو الإيمان الذي يأمركم به؟
أفعالهم تنبئ أن هذا الذي يفهمونه من الإيمان الذي يفهمه اليهود من الإيمان أن يقتلوا أنبياء الله وأن يكذبوا رسل الله وأن يجحدوا ما جاء من عند الله ويجعلون ذلك إيمانا. قال أبو جعفر ومعنى إيمانهم تصديقهم، لأن الإيمان معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا، فتصديقهم وإيمانهم يأمرهم بقتل الأنبياء والرسل والتكذيب بالكتب والجحود بما جاء من عند الله من الآيات البينات. فتصديقهم الذي زعموا أنهم به مصدقون من كتاب الله إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذا زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم. فهل أنزل عليهم أن اقتلوا أنبياء الله؟ الجواب لا. هل أنزل عليهم كذبوا بآيات الله؟ الجواب لا، ولكنهم يفترون ويكذبون. وقوله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، وهنا إن أداة شرط، يقول الله عز وجل لهم يشترط عليهم إن كنتم صادقين مصدقين بما أنزل إليكم كما زعمتم، إن كنتم مصدقين بكما زعمتم بما أنزل عليكم، وإنما كذبهم الله بذلك لأن التوراة تنهى عن ذلك كله. التوراة التي أنزلها الله عز وجل من عنده تنهى عن تكذيب الرسل وقتلهم وتكذيب الآيات التي أنزلها الله عز وجل إليهم، بل تأمر بخلافه، تأمر بتصديق الرسل والإيمان بهم وإكرامهم، فالذين آمنوا به وصدقوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتأمر بالتصديق بآيات الله تبارك وتعالى التي أرسلها وأنزلها، فأخبرهم أن تصديقهم بالتوراة إن كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تأمر به. وهذا من باب إيش؟ من باب الإنكار عليهم، هذا من باب الإنكار. الله عز وجل ينكر عليهم أن التوراة تأمرهم بهذا، وهذا خبر في باب إيش؟ في باب الأمر، في باب النهي. وإن قال أبو جعفر وإنما ذلك نفي من الله تعالى عن التوراة، الله عز وجل ينفي عن التوراة أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله سبحانه وتعالى من أفعالهم، وأن يكون التصديق بها يدل على شيء من مخالفة أمر الله وإعلام منه سبحانه وتعالى أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم وليست التوراة، والذي يحملهم عليه البغي والعدوان وليس العدل الذي جاء في التوراة. فهم يزعمون أنهم إنما يفعلون هذه المنكرات من قتل الأنبياء والتكذيب بآيات الله والجحود بما أنزل الله إنما يأمرهم به إيمانهم بالتوراة، التوراة الله يخبر أنها لم تأتي بذلك ولم تأمرهم بذلك، وإنما الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم وبغيهم وعدوانهم وظلمهم. إذن أبو جعفر رحمة الله عليه في هذه الجزئية من الآية أكد وذكر بئس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم، بيّن أيضا معنى الإيمان وهو التصديق، وأن هذا الذي زعموه من الإيمان بالتوراة كذب وافتراء،
لأن التوراة لا تأمر بقتل الأنبياء والرسل وبتكذيب آيات الله والجحود بما أنزل. أما مجلسنا من الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فسيكون إن شاء الله من كتاب الأدب ومن الباب الخامس من أبواب كتاب الأدب، حيث قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. وأورد فيه الحديث الرابع 400 بعد الألف بسند الإمام مسلم إلى عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغت قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. فهذان حديثان في هذا الباب علاقتهما بالباب وعلاقة الباب بالكتاب. أما علاقة الباب بالكتاب فهي علاقة البعض بالكل. الكتاب كتاب الأدب، والأدب يشمل التسمية وغير التسمية. وهنا باب تسمية المولود عبد الله، هذا بعض من الأدب. ومسحه أي مسح المولود حين يولد أيضا من الأدب. والصلاة عليه يعني الدعاء له،
الصلاة عليه يعني الدعاء له أيضا من الأدب. فهذه ثلاثة أبعاد، ثلاثة أجزاء من الكل وهو الأدب. وأما علاقة الحديثين بالباب فهي علاقة استنباطية نصية، ففي الحديثين تسمية عبد الله ابن الزبير وتسمية عبد الله ابن أبي طلحة، وفي الحديثين مسح عبد الله ابن الزبير ومسح عبد الله ابن أبي طلحة، وفي الحديثين دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن أبي طلحة. فاستنبط الإمام المنذري من هذين الحديثين هذه الجزئيات فقال باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. وهل هذا على الوجوب، أي وجوب فعل ذلك أو استحباب فعل ذلك أو الإباحة؟ هو الحقيقة في على الإباحة، لكن إذا قصد بها الإنسان السنة فتكون على الاستحباب ويكون له فيه الأجر. فالحديث الأول مروي عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير. عروة بن الزبير أخو عبد الله ابن الزبير، وفاطمة بنت المنذر ابنة أخ عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير يكون عمها، مفهوم؟ فهما يرويان أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت. أسماء بنت أبي بكر جدتهما، جدة فاطمة بنت المنذر وزوجة أبي عروة ابن الزبير. قالت قال خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير في مكة، حملت أسماء بنت أبي بكر حملت بعبد الله بن الزبير بن الزبير بن العوام، ثم جاءت الهجرة فهاجرت إلى المدينة فقدمت قباء. أول ما يأتي المهاجر من مكة إلى المدينة كان ينزل أين؟ بقباء، لأنه أول الطريق أو أول الدخول إلى المدينة. الآن بين قباء وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 5 كيلو متر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء، قباء القرية ما كان مسجد، قرية قباء اسمها قرية بني عمرو بن عوف، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسجد فصار المسجد مسجد قباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء مسجده يزور مسجد قباء كل يوم سبت ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا، ويقول من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة متقبلة. فالتيان مسجد قباء في وقت الضحى والصلاة فيه بأجر عمره. قال فنفست يعني أسماء بعبد الله ابن بعبد الله ابن الزبير، يعني نفست يعني ولدت. المرأة إذا حاضت أو ولدت يقال لها نفست. لذلك لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها حين دخلوا مكة في حجة الوداع وجاء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها ما لك أنفستي يعني حطي. فالحيض يقال له نفاس والولادة يقال لها نفاس، أي كأنها تنفس، وجاء من إيش؟ من التنفيس. المرأة كأنها تتنفس يعني تنفس من رحمها يخرج الهواء مع الدم من الفرج فيكون كأنه تنفيس. ولذلك الإطار لما يكون إطار
الدولاب لما يكون أو الكرة لما يكون ممتلئ ويذهب الهواء منه نقول نفس، أي خرج الهواء منه، وهذا من هذا، فيكون خروج الدم كأنه تنفيس للمرأة لأنها تكون كالكرة، كأنها يعني كأن فيها شيء، فإذا خرج كأنها نفست، فنفست بعبد الله بقباء، يعني مسقط رأس عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قرية قباء. قال: ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه. طبعا عبد الله بن الزبير فرح به المسلمون كثيرا، كل المسلمين الأنصار والمهاجرين، لأنه أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين، فكان أول مولود ولد بالمدينة في قباء قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة إلى مسجده. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قباء يوم الاثنين، فمكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج منها يوم الجمعة إلى المدينة، فحضرته صلاة الجمعة بين قباء وبين مسجده الآن، في مسجد اسمه مسجد الجمعة، والحي في المدينة اسمه حي الجمعة، بين قباء وبين مسجد النبي، هناك مسجد اسمه مسجد الجمعة على يمين الذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة هناك، ثم دخل المدينة بعد الجمعة. قالت: فخرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. يحنكه يعني يضع التمر في فمه، هذا الحنك، هذا الذي في الداخل يسمى الحنك، هذا حنك وهذا حنك، عرفتم؟ وهذان فكان، ما بين الفكين، هذا الفك الأسفل وهذا الفك الأعلى، هذا الفك الأسفل وهذا الفك الأعلى، ويسميان لحيين أيضا لأنه فيهما اللحية، بين الفكين وبين اللحيين يسمى إيش؟ حنك. فالطعام، أنت حين تأكل الطعام تأكل الطعام على بين فكيك، يعني على حنكك، عرفتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع، تريد أسماء أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم التمر في حنك عبد الله بن الزبير، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طبعا أسماء أخت عائشة، يعني الزبير يكون عديل النبي صلى الله عليه وسلم، اللذان يتزوجان أختين يسميان في اللغة عديلين، فإذا كانوا أكثر من واحد يكونوا عدلاء، يعني لو لقمان وأنت وأنت والأستاذ تزوجتم أربع أخوات تكونوا كلكم إيش؟ عدلاء، يكون لقمان عديلك ويكون رزقي عديلك وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والزبير عدلاء لأن كلاهما متزوج بالأختين، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بعائشة والزبير بن عوام متزوج بأسماء، فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره، الحجر هو هذا الذي يكون على الفخذين ما بين السرة وبين الركبة يسمى حجر، هذا أنتم الآن جالسون، أنت طاولة يداك في حجرك، وأنت جوالك في حجرك، وأنت إيش؟ قدمك في حجرك، ساقك في حجرك، والأستاذ إيش في حجره؟ دفتره، والأستاذ ضع حقيبتك في حجرك، في حجرك، أيوة هو حقيبته في حجره، وهكذا. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، ثم دعا بتمرة، تمرة واحدة، مع أنه قباء قرية التمر. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها، نبحث عن تمرة، يعني ما كان عندهم تمرة واحدة، مكثوا ساعة وهم يبحثون عن تمرة واحدة،
مع أن قباء قرية التمر لكن ما في. قالت فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، الحمد لله وجدوها. قال فمضغها صلى الله عليه وسلم، أخذ التمرة ومضغها حتى صارت لينة وشبه سائلة مع ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم بسقها في فيه، يعني أدخل هذا الخليط من التمرة ومن الريق الشريف في فم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال فإن، يعني تقول عائشة، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، هنيئا له. ولذلك عبد الله بن الزبير من المبشرين بالجنة وإن لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كل ما فيه وكل ما خرج منه هو للجنة، فهذا يعني كأنها بشارة له من أول يوم في حياته. ولذلك لا نستغرب من شجاعته وإقدامه، كان رضي الله تعالى عنه يغير على السرية كاملة بنفسه لوحده، وكان أبوه كذلك قبله في معركة يعني في معركة اليرموك، كان يخترق صفوف الروم من أولها إلى آخرها ثم يرجع. وفي قتاله كان يقاتل السرية كاملة بنفسه، كان عنده شجاعة لا توصف، مع أنه كان يواصل الصيام، كان صواما قواما رضي الله تعالى عنه. الذي يراه وهو يصلي يظنه حجر من كثرة خشوعه في الصلاة، وكان يواصل الصيام، يعني يصل الليل بالنهار، يصوم من الفجر إلى الفجر، يعني يتسحر ويصوم طيلة النهار وطيلة الليل ويفطر عند السحور لليوم التالي، كان يواصل الصيام رضي الله تعالى عنه. ومع هذا كان شجاعا مقداما مقاتلا، وهذا بسبب هذا الريق الذي دخل بطنه رضي الله تعالى عنه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ثم قالت أسماء ثم مسحه النبي صلى الله عليه وسلم، مسح عبد الله بن الزبير وصلى عليه، يعني دعا له. بماذا دعا له؟ ما ذكروا، ولكن دعا له بالبركة، دعا له بالتوفيق، دعا له بالسعادة، دعاه وسماه عبد الله. فانظروا كم من خصلة لعبد الله بن الزبير، تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم له، مسحه له، وضعه في حجره، تسميته، الصلاة عليه، كل هذه خصال مناقب. قال ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار ابن 7 سنوات أو 8 سنوات كان كأنه رجل، يعني فتى شاب، شاب مثلكم الآن، وهو ابن 7 سنوات 8 سنوات، يعني بينك وبينه 10 سنوات، ولكنه مثلك شاب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، ويكفيه هذا ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبسم في وجهه. ثم بايعه. البيعة عادة تكون للرجال الذين بلغوا الحلم، يعني بلغ الحلم فوق 15 16 يبايع. أما ابن الزبير بايع وهو لم يبلغ الحلم، كناية عن أنه كان رجلا في غير وقت الرجال، وهذا نجده الحمد لله، وخاصة في فتيان فلسطين، كم منهم في خاصة في هذه الأيام، كم منهم من الفتيان رجال قبل موعد الرجولة. فعبد الله بن الزبير كان سلفا في ذلك رضي الله تعالى عنه. طبعا عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك، زيد بن أرقم، هؤلاء، أبو سعيد الخدري، هؤلاء كانوا كلهم في هذا الفترة، في هذا الوقت، كانوا في هذا الجيل، كانوا فتيانا صغارا، لكنهم كانوا رجالا كبارا من حيث
الفهم والعلم والعمل. ولذلك أكثر الذين تحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، هؤلاء أكثرهم كانوا، أنس بن مالك، كانوا كلهم في سن العاشرة تقريبا لما بدأوا يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فما أن بلغ توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد وصلوا العشرين، يعني كانوا في ربيع الشباب، صاروا معلمين للأمة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أنس، أظن أنني أطلت عليكم، نشرح حديث أنس إن شاء الله في مجلسنا القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، حتى نلقاكم إن شاء الله في مجلسنا القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.